ان لو اي حد من اللعيبه اللي في فرقتي جات له فرصه هيمسك فيها بايده واسنانه وهيبقى ليه مكان. طب قول الو كده على التليفون. الو الو ابويا. لسه بتقول كده يا حبيبي؟ منور يا ما شاء الله عليك حبيبي. يا استاذ محمد منورنا وشرفنا على قناه الاهلي. حبيبي يا كابتن اسامه. استاذ محمد السيد والد معتز، وكان معتز حبيبي. لسه بيتكلم عليك دلوقتي بيقول والدي وانا صغير 10 سنين قعدنا سنه كل يوم بنسافر رايحين جايين للنادي الاهلي، وكان والدي مؤمن. الواحد يسافر في اليوم مرتين ثلاثه للقاهره. كان بيقول والدي مؤمن بحلمه ان انا في يوم من الايام ان شاء الله ممكن يعني يبقى ليا مستقبل في النادي الاهلي. الحمد لله كابتن، وده شرف لاي حد في الدنيا انه يلعب في النادي الاهلي يا كابتن. الاول انا بشكر حضرتك وبشكر القناه وكل فريق الاعداد على استضافه معتز ابن النادي الاهلي. ده ابننا، احنا اهلاويه ابا عن جد وبنعشق النادي الاهلي. كفر الدوار كلها اهلاويه طبعا. النادي الاهلي ده شرف كبير جدا جدا، وبقول له يا حبيبي حبيبي يا كابتني، وبقول له يا ابني انت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه انك انت تلعب في النادي الاهلي. انت ميلادك يوم 19/3/2005، ده الميلاد اللي على الورق اللي ربنا اكرمنا بيك. لكن ميلادك الحقيقي يوم لبست تيشيرت النادي الاهلي ولعبت اول مباراه رسميه في النادي الاهلي، فده ميلادك الحقيقي. فيا ابني ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بالنعمه ديت ويزودها لك وتحافظ عليها، وكل يوم وكل ساعه انت موجود فيها في النادي الاهلي تتعلم. النادي الاهلي مش نادي رياضي، النادي الاهلي رياضي تربوي. كل لحظه تتعلم من كل الناس اللي موجوده حواليك، من اخواتك كباتنك الكبار اللي موجودين في الفرقه. فاحنا بنتشرف بيك وكل المنطقه بتحبك وبتتشرف بيك، واحنا نتمنى لك كل التوفيق. وانا اتعب قد كده 10 مرات طالما انت في النادي الاهلي يا حبيبي. ربنا يبارك لك فيها يا استاذ محمد. قول لي شعورك بقى وانت بتتفرج على اول مباراه رسميه المعتز. انا كنت في الاستاد يا انا كنت في الاستاد موجود في الملعب، وكنت في الملعب وكنت متهيالي ان انا عايز انزل اشيل معتز. وكنت بالمناسبه ديك اشكر شكر كبير طبعا كل الجهاز الفني، مستر كولر وكابتن سامي قمصان وكل الجهاز الفني، ان ادى المعتز وهو في سن 18 سنه الفرصه في انه يلعب في المكان ده. المكان ده حساسه كابتن، مش سهل ان يلعب فيه حد في السن ده طبعا. فانا بشكرهم جدا انهم ادوا له الثقه في انه يؤدي كده، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ادى ده، ومعتز عنده كتير جدا جدا. وبالمناسبه بشكر كابتن سيد عبد الحفيظ، لان كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيجي يتفرج على يوسف ابنه. يوسف لعيب كبير في قطاع الناشئين في سن معتز، وكان دايما داعم لمعتز. والكابتن خالد بيبو من الداعمين كبار جدا لمعتز في الفتره اللي فاتت، وعنده ابنه عمر ربنا يبارك له فيه ويكرمه فيه. وكل الفرقه، يوسف عفيفي، محمد رأفت، فوزي، عبد الله بستانجي، يوسف جمال، كل دول لعيبه لو خدوا فرصه هيعملوا. محمد رأفت، يوسف ايمن، لعيبه كتير في فريق 2005. طبعا طبعا طبعا. طب قول لي قول لي قول لي يا استاذ محمد، فرصه زي ما قال معتز هيثبتوا وجودهم ان شاء الله. قول لي بقى شعورك برضو لما كنا هنا في قناه الاهلي وبرنامج الاشبال دايما بنعمل استوديو تحليلي خاصة لفريق 2005، بنذيع لهم معظم مبارياتهم في ملعب مدينة نصر على الهواء مباشرة. أنا كنت بتفرج على الاستوديو التحليلي اللي قبل وبعد المباراة، وبشكر كل النجوم اللي كانوا موجودين، كابتن علاء، كابتن أسامة عرابي، الكابتن شريف، ومن الداعمين اللي دايما وقفوا على الناشئين، كابتن محمد حشيش، كابتن محمد حشيش، كل الناس ديت أثنت على معتز، وأنا بشكرهم شكر كبير جدا جدا جدا. وبشكر كل قطاع الناشئين، عمال، اداريين، لعيبه، كلهم بصراحه يعني كان بيأدوا دور كبير جدا جدا في دعم الناشئين. وان شاء الله في الفتره القريبه هتلاقي كم كبير من الناشئين يطلع يفيد الفريق الاول فوق ان شاء الله. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا. ونصيحتي لمحمد للمعتز وانت موجود معانا على الهواء، ان احنا لسه في بدايه المشوار، لسه عندنا مشوار طويل، اهم حاجه فيه الالتزام. ازاي يحافظ على تمرينه ويحافظ على صحته ويسمع كلام مدربه، ان احنا لسه اول خطوه في مشوار طويل ان شاء الله. ان شاء الله معتز، انا بقول له اهو انت وجودك في الاهلي كل يوم هيزودك ويكبرك. اعشق النادي الاهلي وانت عاشق له، اعشق الجمهور الاهلي وانت عاشق له، اعشق منظومه الاهلي ونظامه وانت عاشق لكل ذلك. فعشقك لدول هيترد بعشق، هتلاقي نفسك في حته ثانيه خالص، هتحقق اكتر ما كنت تتمنى ان شاء الله. وبالمناسبه بشكر
بشكر خاله محمد الحديني اللي موجود في الامارات دلوقتي لانه كان داعم مادي ومعنوي ونفسي لمعتز بشكل كبير جدا، فانا بشكره على الهوا وبشكر اخته اللي دخلتها القاهره صيدله القاهره عشان تبقى مع معتز هناك في الوقت اللي انا مش موجود فيه، واخوه اللي كان بيسافر له ومامته اللي كانت بتسافر له، وبشكره. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد وربنا يوفقه ان شاء الله. معتز قول لي بقى نصائح غاليه وكلام مهم جدا من والدك الاستاذ محمد. هو والدي من اول ما رحت الاهلي جه قال لي انت لازم يكون عندك ميزه عشان انت رايح دلوقتي لطريق تاني.